ايه اللي بتقوله ده يا خال؟ مين ده اللي شفته؟ شفته فين؟ خال قول كلام معقول. انت متأكد انك خدت العلاج؟ ماشي ماشي يا خال، انا هجيلك. يلا بالسلام. راجل كبر وخرب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا عوض؟ أمنع. لا قول لي يا عوض، انت تفهم في الموضة؟ فاشن أمه. طيب عايزك تشوف لي مطرح زين اشتري منه خلاقات جديدة، خلاقات تليق بالمرحلة الجديدة اللي أنا بقيت فيها. حاجة كده زي الهبة بتاعت أبوك. أبوك عمرك ما يكون زي أبوك يا مناع. ليه يعني؟ الخلاجات عمرها ما هتداري سواد قلبك. أنت بتحلم. سواد قلبي؟ أنت كمان بقيت بتفهم في الألوان. ماشي ماشي يا صعب. مالك شدت حيلك علي ليه؟ انت عايز ايه يا عوض؟ انا مش عايز حاجه، انا عايز انام يا مناع، عايز ارتاح. عايز تنام وترتاح؟ انت فاكرني عاد امك الله يرحمها هنايمك على حجري وهشتكك؟ لا فوق، انا مناع بيه اخوك الكبير. عارف بقيت الكبير ليه؟ لاني خدت كل اللي انا عايزه غصب عن اي حد. خدت التدابير من الشيطان وكلنا هنشربه من نفس الكاس، وساعتها مش هنلاقي حد يرحمنا كما تدين تدان. ايه هذا الحكمة اللي حطت عليك فجأة دي؟ مالك يا سعو؟ ماشي انا هسيبها لك وغور من وشك. انا بكلمك في الموضه والفاشن رجعتك الغم. بقول لك انا من هنا ورايح، اسمي مناع بيه. ايوه مناع بيه. سلام يا صاحبي.